انا وانا كان عندي برضو 13 سنه ايام ما كنت مصاحب هيلين. كنا احنا قاعدين في الاوتيل وهم اتعرفت عليها في الاوتيل يعني. ابويا قرر يقعد في الاوتيل 3 سنين كده وقال لاصحابه انا قاعد في الاوتيل تعالوا. فبقى احمد زكي الله يرحمه عنده اوضه في الاوتيل، وعادل امام يخلص بودي جارد ويجي على الاوتيل. الاوتيل كان في اخر الهرم، فعادل امام كان قريب يجي ويعملوا ترابيزه كبيره كل ليله. احمد زكي وفاروق شوقي وعادل امام ومحمود عبد العزيز ومراتاتهم وعيالهم، وبنسهر للصبح. وكانت ايام جميله جدا طبعا. يعني فكانوا بيدخلوني البار بتاع الاوتيل، انا كنت الولد البني ادم الوحيد اللي عنده 13 سنه اللي بيخش بار. يعني البار ده بنخشه بعد 18 طبعا لما نكون مسؤولين يعني وعاقلين، او ما ندخلوش خالص. يعني واتفر بقى، كل واحد حر اكيد ان لم يضر. لا لا فبعدين كنت، لان انا كنت بكسب الاجانب اللي هم بيعيشوا في البارات في الويك اند، بيبقى مع اصحابه في البار بيضرب بيره وبيلعب بلياردو، يعني دي حياتهم وكرشهم قد كده اهو، وهم حياتهم كده. طب فكنت بكسبهم، ما كانوش بيصدقوا، فكانوا بيخلوني جزء من البار كنمره، مش ك يعني مش كزبون. يجيبوني نمره يعني اكسب ان بصوا الواد المصري اللي عنده 13 سنه ده اللي ممكن يكسب الكبار اللي عايشين في البارات دي بيلعبوا بلياردو. فانا كنت في البار ده الصبح وليل، كنت بتمرن الصبح وبكسبهم بالليل. كنت عايش يعني، العيال كانوا ينزلوا بسين وانا اروح البار العب بلياردو. فبعدين محمود حميده هو الـ 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 البار ده كان عنده كيو يعني العصايه بتاعت البلياردو مرسوم عليها ماريلين مونرو. كانت فظيعه، كانت كيو جميله جدا. فالاستاذ محمود دخل عليا قال لي انت ابن فاروق الفيشاوي؟ قلت له ايوه. قال لي انا سمعت ان انت بتكسب كل الناس. قلت له اه. قال لي طب بص انا ده الكيو بتاعي. والكيو ده كان محطوط طول الوقت في البار وانا ايه مش عارف هو بتاع مين، ولا حتى سالت يعني، بس على طول معجب بيه مش بيطلعوه لحد، وقالوا ده مش للبيع. قلت خلاص. فقال لي لو كسبتني هديك الكيو ده. وما كسبتوش طبعا، خلى الكيو عنده. طبعا طبعا.